يا رب. او هيرو 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 وش اخوة ديالي هيرو عمل كعد وش اخوة ديالي خوالش ما عجبتيش ولا والله إلا كنت من بحشي جندي انا عش مشار انت شو كيا ليش مشار يعني انت كنت تقري شي في بنادم فشميتو فري فور ورا شي مية جوارة كيفاش كتقري اسم؟ أول حاجة الأدب والصواب علمني السلام عليكم خويا سيبلوس. لا غادي تقول له السلام عليكم معكم الاخوان ما في ولاد الضربات التقدم. شوية كتظلم عليه الحال ظلم على صدره هذا الشيء ديال الرسوم كتبدا غادي تضربوا خوا ديالي غادي تسمع فيك يقول لي يا امي ان هيرو قد قام بمرور يا امي ان هيرو قد كمل لي نادي والله الا كيف خوا ديالي وحكينا واحد الجد الناس نتاع عليا السلام عليكم يا هيرو كيف حالك يا هيرو هل انت بخير والله انت بخير عمي الحاج كي داير بخير ولدي الله يحفظك مهمة ولدي انا بغيت نوصيك واحد الوصية قال لي في سيبلوس وقاد عطيه التلج الدريري عندكم مريض شوية هاد العميم والعميم مش كاين شي ورش ولا والو هو ديالي سمعتي شنو قال لك تهلا فيا وقد عطاني التلج عاتو ما تعطينيش التلج والله الا غادي نضرب بغيت نقول لك واحد الحاجة عشان وقتها سلام ما بقيتني انا يبلواس بالناس نقول لي يبقى يهضر مع العائله ديالو مشي نتكا خويا هيرو اخويا هيرو اخويا هيرو الو إذن ما خبر وثاث هيرو في لايف سايبلس في عام 1973؟ السلام عليكم وعليكم السلام شعرتي شنو؟ أنا عادي مش دابا تلا في الدار غادي تعرف بلي ماشي سايبلس اللي كيهضر معاك أخويا ديالي أنا عرفتك فاش إنجا أقسم بالله إلا عرفتك حيت المايك ديالك ماشي هو ديالو أخويا ديالي المايك نتاع سايبلس بعيد وأنا قريب باش نجيب لك مكافحة يقول لك كيفو يا بلعي كيفو والله يلا كيفو
هادي غادي يموت لينا شي بلوش في اللايف سبحان الله ولد ولد الناس انا بقي عقل ديك المره كان اجبت لك كنت كنقول لك فين هيرو اللي كيشفر لي كيف هذا كانغ ياك هو راسك عرفته من صوته صاحبي والله واش كانغ ياك داك اللي كيقول لهم يا الدراري ما غادي نوريكم على هذا السيرفايفل كيفاش تلعبوا على الجلوبال نوال تصبحوا على خير يا هيرو